اسمها عزيزة إبراهيم، وهي من الصحراء الغربية كما يطلق عليها البعض، أو الصحراء المغربية كما يصفها البعض الآخر. هي منطقة متنازع عليها، يعيش الكثير من سكانها في المخيمات، وتوظف عزيزة موهبتها للتعبير عن واقع الحياة هناك. لنتعرف عليها عن قرب من خلال هذا التقرير. من يوم ترعرعت في الدنيا وانا لاجي، من يوم ترعرعت في الدنيا وانا لاجي، ومن يوم ترعرعت، من يوم ترعرعت، من يوم ترعرعت أغنية لاجئ تتحدث عن مشاكل اللاجئين، عن كل اللاجئين من فلسطين والصحراء الغربية ومالي. أنا نفسي لاجئة، ولدت في المنفى وعشت حياتي في مخيمات اللجوء. الموسيقى الصحراوية التي نستخدمها تأتي من جذورنا العربية وجذورنا الأفريقية. يتم نقل تراثنا بطريقة شفهية، والموسيقى أمر هام بالنسبة لنا، لأنها وسيلتنا للاعتناء بتراثنا غير المكتوب. تشهد عن عزمي وإيماني، ساكن خاملك للدار. تشهد عن عزمي وإيماني، شوف كم الروح انت تتمنى ملقى العيون، شوف كم الروح انت تتمنى ملقى العيون اللي تحاني. راعي معوني في قودي باري، هذا لاجي لاجي، عم يشوفوا في السودان شعب لاجئ لاجئ. La música es el arma más poderosa. أعتقد أن الموسيقى أقوى سلاح يمكن استخدامه لكي نسلط الضوء على الصراع أو قضيتي. إنه واجب وقناع. الكونفليكتو دي الصحراء الأوسيدنتال. الصراع في الصحراء الغربية هو قضيتي لأنها وطني. وعلى الرغم من أنني أعيش في برشلونة حاليا، إلا أن عائلتي ما زالت تعيش في المخيمات. عايش شعبي كل أنواع الويلات على مدار 40 عاما. شوف كم الروح انت تتمنى ملقى العيون اللي تحاني، شوف كم الروح انت تتمنى ملقى العيون. بهذه الأنغام نختم هذه الحلقة من إكسترا، ونقول لكم إلى اللقاء في حلقة قادمة. شوفوا في السودان شعب لاجي لاجي، وشعب الصحراء مظلوم اليوم
شعب السحرة ومرعى في الجزائر هلاجي.